دون أن يقتله جنود أي موسى فرعون. موسى وقد اكتشف أحد أفراد أسرة فرعون الطفل فأخرجوه من الماء وتربى ونشأ في وهي أخته المصرية. أخته بتراقب. ولما كبر أنزلت عليه الرسالة ثم قاد شعبه من اليهود وخرجوا من مصر. وتشاهد إلى يسار المشهد أخته وهي تراقب الموقف عن بعد لترى ما سيحدث له. كان لهذا الإله القزم غريب الشكل مكانة كبيرة عند المصريين، وكان يعتقد أنه يحمي الناس من الثعابين والعقارب، وكان يعتبر حاميا للنساء أبناء، وكان بصفة عامة إله السرور والمتعة من كل نوع. الزراعة علي اطفي.